مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد على قناة فانسي وركشوب. بعتذر عن التأخير، اليوم بدنا نحكي عن ماكينة CNC اللي فيكم إن شاء الله تبدو أي مشروع صغير وبعائد مالي. حبيت أشارك هذا المحتوى وإن شاء الله إنه يعود على الجميع بالخير. إذا شايفين هذا المحتوى جميل وحابين نستمر، لا تنسوا دعمكم باللايك والتعليق، وإذا شفتوا إنه ممكن أحد من أصدقائكم ممكن يستفيد منه فشاركوا الفيديو. وقبل ما أنسى، سبسكرايب شيء مفيد وينصح به. طيب، الفترة الماضية كنت شوية مشغول ببيع المنتجات اللي أنا كنت عم أشتغل عليها في مجرى، واللي فيكم تشوفوه على صفحتنا على الانستغرام بنفس اسم القناة. المهم، وأنا راجع بالطريق خطرت لي فكرة إنه أعمل فرامة أو كاتينج بورد وأستخدم فيها مادة الرزن اللي الناس كلها حبيتها. رجعت على البيت ونزلت على المجرى، وبما إن الناس حبت منتج البي هابي فقررت أعيد عمل خليط النحل، ولكن المرة هذه على الكاتينج بورد. صممت خليط النحل وحفرت باستخدام CNC 3018 ونزلت بعمق 5 ملي. وبعدين أنا بقول نخلي بعدين لبعدين، وخلينا نحكي عن CNC راودر. ماكينة CNC راودر استثمرت فيها هي مش غالية بحكم إنها صغيرة، واشتريت عشان أشوف هالماكينة كيف بتشتغل. راح أخلي لكم بعض الروابط الأسفل عشان اللي حابب يشتريها ويبدأ بيعمل مشروع صغير، والله يوفق الجميع. وبالتأكيد هذا الفيديو مش برعاية والدعاية غير مدفوعة، وهدفنا بالفيديو مشاركة فكرة مشروع. هلا خلينا نرجع لبعدين. جبنا مادة الريزن البوكسي وخلطناها، وضفت عليها لونين الأصفر والبرتقالي، وخليتها تقريبا 24 ساعة لحد ما انه ينشف ونتأكد انها اصبحت صلبة. ويا جماعة بدأت مرحلة تكوين المنتج. بدأنا بالتنعيم أو الساندينج، ومن درجة 60 ضلينا نشتغل لحد 230. وبعد ما قصيت الكاتينج بورد أو الفرامة بالشكلين عن طريق الأركيد أو سكرالسا، وحفيت جوانب باستخدام الراوتر، ورجعنا للساندينج. وبعدها دخلنا على المرحلة الأخيرة اللي هي الفينيشينج. ضفت عليها مادة الزيت بعد ما إني تأكدت إنها فود سيف. ومناسبة الكاتينج بورد أو الفرامة، ياريت كل واحد يخبرنا من أي بلد بشاركنا أو بتابعنا وإيش بسموها في بلادكم. وهيك نكون شرحنا كيف عملنا هذا المنتج، وما تنسوا أنكم تكتبوا تعليقاتكم أو أي استفسار بالأسفل. وشكرا لمتابعتكم لفيديو جديد إن شاء الله.